القاعة البنات كتجي على هذا الشكل هذا ما شاء الله. شوفوا لي شحال غزالة. اول حاجه صارت الانتباه ديالي انها غزاله بالنسبه للتصوير. البنات اللي كيبغيو ياخذوا دي فوتو هكا هذا هو لي سباس اللي غيكون مسموح فيه التصوير البنات ان شاء الله. هذا هو لي سباس اللي بغات تاخذ شي صوره تذكاريه غتاخذها هنا فهاد لي سباس. شوفوا لي كاين هنا البيسين كاين هنايا هاد لو تيم ديال لي فلوغ. بالنسبه للتاريخ ان شاء الله اللي غادي يكون فيه الكالا اختي زينب غتكون نهار 11 في شهر 11 غتجي بالسبت من 2 حتى 9 د الليل حتى 10 د النهار تبارك الله. من 2 حتى 10 د الليل ان شاء الله. اي يا اختي جيو النهار تبارك الله بلدي راه غتلبس البلدي اكيد اكيد عادي. مرحبا بكم البنات عليكم متتبعات قناه غزاله بريستيج. اليوم غنبدا لكم الفيديو من امام فيلا رشيده البنات اللي كتواجد في طريق ازمور ومعنا زنوبه. السلام عليكم زينب كي دايره لاباس عليك بخير؟ مرحبا متتبعات ديال غزاله. مرحبا بكاع الناس اللي جاوا من طريق غزاله. كنبغيو مرحبا بكم ان شاء الله في الكالا اللي غتكون نهار 11 شهر 11 غتجي بالسبت ان شاء الله من 2 حتى 9 ديال الليل غتكون في قاعه رشيده كما كتشوفوا. يا هذه البنات قاعه رشيده غنبدا لكم بالعنوان كتواجد في طريق ازمور. ها انتم البنات هذه هي طريق ازمور وراء الحي الحسني معروفه البنات. هذه قاعه رشيده راه معروفه راه الصوت يشوف الطاكسي ولا اي حاجه راه معروفه باينه الطوبيس كلشي باين ان شاء الله. ندخلوا نكتشفوها ومن القاعة البنات كتجي على هذا الشكل هذا ما شاء الله. شوفوا لي شحال غزالة. اول حاجة صارت الانتباه ديالي انها غزالة بالنسبة للتصوير. البنات اللي كيبغيو ياخذوا دي فوتو هكا هذا هو لي سباس اللي غيكون مسموح فيه التصوير البنات ان شاء الله. هذا هو لي سباس اللي بغات تاخذ شي صورة تذكارية غتاخذها هنا فهاد لي سباس. شوفوا لي كاين هنا البيسين كاين هنايا هاد لو تيم ديال لي فلوغ البنات اللي بغات هكا توقف وتصور تاخذ دي فوتو هكا. هاد لي سباس اللي هنايا بحال لاطونت هنا فينا البنات غيكون مسموح التصوير الداخل ان شاء الله. فين غيكون النشاط غيكون ممنوع التصوير. ندخلوا نشوفوا القاعه نبداو ان شاء الله. هاد يلاه ان شاء الله. والقاعه البنات هي هذه شوفوا ليا ما شاء الله ما شاء الله شحال غزاله. راه البنات غتحسبوا راسكم بحال جايين للعرس بحال كاين عرس فوالا بحال كاين العرس ان شاء الله. غادي تدوز اجواء زوينه ان شاء الله. وانا بغيت نتلاقاكم كاملين المتتبعات ديالي ان شاء الله كاملين بغيتكم تكونوا. شوفوا لي ما شاء الله بالنسبه ان شاء الله شنو غادي يكونوا بالنسبه للبرنامج بالنسبه للبروغرام اش غادي يكون فيه اختي زينب بالنسبه للبروغرام البنات كما قلنا غتكون كالا 100% فام. غيكون ليسباس لبرا هو اللي فيه التصوير. هنا وسط القاعة البنات غيكون ممنوع التصوير يعني غتشطحو غتردحو على خاطركم كي اللي غادي يبرسطك. غتكون فيها لوركيستر هنايا ان شاء الله ان شاء الله يا كي قادو لكم في هاد ليسباس. وغتكون الشيخة منى ستاتيا غنية على التعليم منى ستاتيا اييه غتحيي لينا ان شاء الله الحفل. غتكون الحفل شاخدة ان شاء الله ان شاء الله. وغيكون في الماني لي صالي داكشي ديال الملح لي كيش لي بيتزا راكم عارفين وبلاطو بريستيج لي صابلي واتري اييه. وهادشي كامل بهذا ليسباس زوين غير 150 درهم 150 درهم البنات ثمن رمزي يعني باش يحضر معنا كلشي ان شاء الله. حنا بغينا لكم كاملين تجيو كلكم جيو البنات كل وحده فيكم. اكيد حنا دزنا من اوقات صعيبه ولو ستريس وهذا وحنا بغينا نديروا هاد الالتفاته هذه ان شاء الله باش هكا نفرحوا جميع ان شاء الله ونتلاقاو في اجواء زوينه. بغينا ننشطوا بغينا نفرحوا. شوف اللي كتعيط ليا كتقول ليا الكالات كنمشيو بحال مشينا عطلو نفساني فوالا غتفرغ لي باغا ترتاح لي باغا تولاجا تحيد له الطاقه السلبيه وتبدا ان شاء الله. شوفوا البنات ان شاء الله بغينا نتلاقاو مع بعضياتنا ولكن اهم حاجه البنات هي لي تيكي. اييه اهم حاجه البنات هي لي تيكي حيت دايره مع تخيطه بحال هكا 15 طابله دونك ما نقدروش نديباسيو العدد باش ما يكونش عندنا الاكتظاظ ويكون داكشي منظم وزوين. اكيد داكشي علاش دابا الغيزرفاسيون راه ديجا تبارك الله راه نصف المقاعد تبارك ما شاء الله راه ديجا بادي الحجز. مرحبا بكم البنات لي تيكي البنات اللي بعيده بحال المحمديه عين سبع وداكشي راه دايروا لا بونك اييه صيفطوا لكم با بونك كتصيفطي لي فيغمون كنصور لك التيكي ديالك. البنت اللي كتكون عندي حدا الباب راه عارفه صحاب لا بونك سينو غتجي عندنا المحل فين عندي في بانوراما بانوراما المستقبل سيدي معروف ولا عند حاجه عند الحي الحسني قريب فوالا اللي قريب ليها شي حاجه تمشي لها اللي قريب ليها سيدي معروف تمشي حياتك حنا معاك فيها باش تضمني ان شاء الله بلاصتك وتاخذي التيكي ديالك. ومرحبا بكم كاملين في هذه الكالا اللي غتكون ان شاء الله غدوز زوينه ان شاء الله. اكيد اكيد مرحبا بكاع المتتبعات ديال غزاله بارك الله فيك وتشرفنا غزاله حتى هي بالحضور ديالها ان شاء الله. ومرحبا بكم كاملين البنات ما عليكم الا تواصلوا بالرقم اللي كاين في لا فيديو باش تواصلوا مع زينب اللي بغات تحجز التيكي ديالها
وهكا البنات بالنسبه للبنات اللي خارج كازا وقدرتوا تجيو، حنا ما كرهناش نجمعوا حتى بالنسبه للبنات اللي خارج كازا. جيو وكيف ما قالت لكم دوزوا للفيرمون بار لا بانك، وان شاء الله حتى نتوما تاخذوا بليصاتكم وتحضروا معنا ان شاء الله. بالنسبه للتاريخ ان شاء الله اللي غادي يكون فيه الكالا اختي زينب، غتكون نهار 11 شهر 11 غتجي بالسبت من 2 حتى 3 حتى 10 النهار تبارك الله، من 2 حتى 10 الليل ان شاء الله. اييه يا اختي جيو النهار تبارك الله، اللي بغات تجي مع خواتاتها بنياتها لميمه ديالها جيو مرحبا بكم البنات، الباب مفتوح فوجه للجميع ان شاء الله. بغينا المتتبعات ديالنا كاملين فوالا، خليت لكم كيف ما قلت لكم الرقم بالنسبه للبنات اللي غيبغيو، غتخلي لكم غزاله اكيد، بغات تشوف الطريق كلشي مصور في تيك توك ان شاء الله اكيد. البنات اللي غيجيو في الترام راه مصور من الترام فين غيحطك حتى لهنايا، ورجعت الشارع الرئيسي باينه البنات في كازا حي حسني اللورد حي حسني حدا الطريق ديال ازمور حدا التاكسي ديال ازمور فوالا. والبنات انا اللي غنقول لكم بالنسبه للبنات اللي غيبغيو بحال هكا يجيو يكونوا حنا نكونوا ان شاء الله كلنا بحال عائله، ولكن اللي بغات تجيب هكا العائله ديالها مع خواتاتها مع ما خالاتها هي باش تحس براسها في اجواء عائليه، يعني تنشطوا جميع مع بعضياتكم فوالا، يجيو كل وحده تجيب طبلة ديالها. العائلات اللي تاقوا فينا قطعت تبارك الله، لكن كتقطع ب 12 تيك هذاك الشيء يعني طبله فوالا هذاك الشيء. باغا تلبس البلدي راه غتلبس اكيد اكيد عادي، مرحبا بكم البنات كاملين، ولكن اللي بغات تحس باجواء ديال العرس المغربي 100% تجي اختي بالبلدي علاش لا. المهم البنات كنتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين حاضرين، مرحبا بكم البنات متتبعات ديال غزاله ان شاء الله. غادي نخليكم دابا مع القاعه كيفاش دايره والاجواء اللي غادي تكون ان شاء الله. يلا البنات هجوم هجوم هجوم، بغيتكم كلكم تجمعوا على زينب، غنخلي لكم التيك توك ديالها البنات، بغيتكم تدخلوا تابوناو عندها لان دائما كدير الحفلات وكدير بحال هكا دي زيفينمون لي غزالين وكدير غالات، يعني البنات بغيتكم تشجعوها وكلكم تابوناو عندها باش تبقى دائما فيما تلونسي شي حاجه طلع لكم انتم الاولين ان شاء الله. مرحبا بغزاله بنتي ومرحبا بالناس، الله يحفظك وتبارك الله على كسر قلبي، بارك الله فيك عندنا مرحبا بيه، ومرحبا باللي جا عند غزاله مرحبا بيه، اللي بغى القاعه ولا اللي بغى شي حاجه مرحبا بهم كاملين، وغزينه بالدايره اليوم تبارك الله. لا لا ما شاء الله عليها ما شاء الله غزاله وطيبه وظريفه البنات، كبر بيك يا حبيبتي مرحبا بكم كاملين، ووريهم القاعه يلا نخليكم مع القاعه والاجواء البنات.